صاحب الشهادة العليا 1000 دينار أولاً ما تعمل حتى شيء. ثانياً إن شاء الله تفعل، إن شاء الله ما يقال ويطبق. لكن هو حامل شهادة عليا وعنده 1000 دينار، إيش باش يعمل به؟ تغني حتى شيء 1000 دينار توا؟ باش تغنيها على الانتداب؟ كبادرة كيفاش تعتبر؟ كبادرة خير من بلاش وكاو. حاجة معناها جالس صغير بالكل، ما عندوش قيمة، ما عندوش أهمية بالكل. بالنسبة لحامل شهادة عليا قراءة تعليم ثانوي وعالي وينتظر أنه النهار اللي يقع انتدابه فيه وتمتع بشهرية كما سائر زملائه تعطيه 1000 دينار إعانة ولا قرض؟ قرض. وقرض هذا الكل قرض، يعني حاجة زايدة. يعني ما عندهاش حتى أهمية الموضوع، ما عنده حتى أهمية. بالرسمي تحكي ولا تولي؟ مشروع شنو اللي حلوه 1000 دينار؟ نعطيك 2000 وحل مشروع. نعطيك 3000 وجيب لي 10 ملايين. شو عندهم يعملوا 1000 دينار؟ بالنسبة للمقترح هذا إذا كانوا معناها أرجون دو بوش ولا مصروف ما مقبولة 1000 دينار لأصحاب الشهادة العليا. ولكن إلى متى؟ كقرض. لا كقرض ما عمره ما كان قرض، معناها كي يبدا ماشي يعمل زجاجات وورانب في الدار ما يجيبوش لي حتى شيء. شنو هذه شهادة؟ وهذا جواب معناها في أصله. شنو 1000 دينار لأصحاب الشهادة العليا؟ يحط روحه هو مكانهم معناها، أصحاب الشهادة العليا ياخذ دينار 1000 دينار معناها شنو يعمل به؟ يعني أي عاطل عمل وأصحاب الشهادة العليا ياخذ 1000 دينار يحل مشروع نتاع الجيش. والله انا احنا كي نسمعوا الكلام هذا كاني ناس ماهيش عايشه في تونس، كاني ناس تحكي على عام السبعينات معناها 1000 دينار في عام 70. اما 1000 دينار معناها هو راجل معناها عنده متخرج ولا متخرج عنده 10 و11 سنه و12 سنه يجي ياخذ هو فهمتني ولا 1000 دينار مش حل بها مشروع. انت ما تكيفوش دخان وانترنت ما تعمل له شيء، هو في روحه بيلبسته ما تلبسوش باش تعمل له مشروع. هذا معناها امر معناها مفروغ منه، معناها من المفروض مسؤولين يرددوا معناها كلامهم قبل ما يبعثوه للشعب ولا يرسلوه رساله هكا. بالعكس هو زاد هينهم اكثر. نعتبرها اهانه؟ نعتبرها اهانه. نعتبر انسان طالب جامعي يقرا صرف عليه امه وابوه معناها وعدى سنين الله ما اشتر عمره في ال 35 و 36 سنه تقترح عليه انت توا مليون، معناها هذا راه يوم 100 مليون ما يبيعش شهادته. 100 مليون كي تعطيه 100 مليون نجم ما ينجحش فيه مشروع وما يبيع الشهاده، لكن على الاقل نقولوا نحن الدوله الدعم وينجم يتفتح لي افاق. المشنوق شنو هو؟ اعطيه شربه ماء المهم يبل ريق. اما هذا معناها باش تعطي مليون معناها لاصحاب الشهاده العليا، يوم الزطاله واللي يتبراك كل يوم يصوروا فيه المليون من تحت الحيط ومن من المتروات ومن غيره، صور فيه بليش لا خدمه لا شيء، وش يجيب ال 100 مليون؟ يكري منه، ياكل منه، يلبس منه، كلها بديارها، كلها بفيرماتها، كلها عندها كراجات، كلها عندها فضاءات، انت كي تاخذ زوست معناها دهن يطلعوا بمليون، زوست دهن باش تدهن به، يطلعوا بمليون. احنا عايشين في تونس ونعرفوا. وما اصحاب الشاي انت تعطيه مليون شبيه ياخذ في شهريه، شهريه مليون يمشي يعمل مشروع، وياخذ في مليون و500 يزيد يبقى موسيل. معناها هذا ياخذ مليون و500 وزوز ملايين ويبقى موسيل، مرأة ما تخدمش يبقى موسيل. قداش خويا؟ توا ليسونس ولا المازوت معناها كما نقولوا نحن يزيدوا بال 500 ولا بال 200 ولا بالثلاثة ينقصوا ب 30 فرنك. وقت اللي يجي للاسيرونس والتاكسوات يلقاها طلعت أكثر منها مرتين وثلاثة مضاعف. أنا أمر بالحق أنا بصراحة محمد عبو خيب الظن، معناها خيب الظن. كان تاع اصلاح اداري والحوكمه ومقاومه الفساد يا خويا برا للبارونات برا للناس اللي ياكلوا فلوس الدوله وما ياخذها 700 مليار وما خلصتش، مش ياخذوا فلوس الدوله ووظف بها الشباب واعطيها للشباب وما تعطيش قرض، تعطيها له منحه، تعطيها له منحه للي يوجد عمل وباقي ما يردش اعتباره، لانه هان استاذ النواب لتو خمسه وست شهور ما خلصش والحال عندي حتى في الدار الكوب. استاذ نايب تو فهمتي ولا ما عندوش حق باكو دخان، ما تعطيه باكو دخان، ويحب يمشي التلميذ يقري وعمره 36 سنه، وثم اللي عندها زوز صغار وثلاثه صغار وحماتها شادتها معناها شاده لها صغارها معناها حاميه لها صغار. اي وهنا وين تحكي؟ هنا بصراحه هذا مش رد، هذا اهانه، وانا نعتبر انه لازم يردوا الاعتبار للجيل هذايا، لأن الجيل هذايا في بلدان أخرى متقدمة شاد المسؤولية. مرينا الشيء محمد عبو في الثورة هو عبا، هو عبا بعد ما انتخبناه وبعد ما كذا شرينا منه،
وين السم يا عبو لك 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 ما فهم شيء. هاي عبد زادة هاي الدينار يخدم بيش في عمل اللي كان قلبه حي باش يخدم يخدم ياخذ طرف سلاح ويحط ويخدم على روحه. أما أفاق ما فماش أفاق. الدينار جنيه ينجم يحلوا مشروع اليوم؟ مش مشروع كبير يعني باش يسترزق منهم تاع 10,000 20,000 شكل منهم. هذيك هي. فهمت صاحبي مو مش مشروع. باش يعطيه 1000 دينار هما يخدموا يحطوا في الوظيفة العمومية. مادام هو قاري وأستاذ ولا شنيا. فهمت صديقي؟ والله يا مرايا أنا ممكن ما ثماش منه الحديث هذا. هما 200 دينار تو مازال ما صبوهمش. 200 دينار قداش عندهم؟ تو مازالوا في غودة وفي يرجعوا بعد غودة. ما صبوهمش خلي 1000 دينار مش صبوهم. شبيك صاحبي تعبت لك ترى الشر البر. مش صبوا لك أنت 1000 دينار. يعني نفترض أنهم يصبوا شنو ينجم يعمل 1000 دينار للشباب العاطلي على العمل وأصحاب الشهادة؟ زعما البر الكل ما ثماش منه. الكل كلام في التلف زعما البر الكل ما ثماش منه. في الواقع ما ثماش فهمتني؟ أما كلها في التلفزة برا تخرج الواقع تشوف شيء آخر. فهمت صح؟ يعني لو توفر حاجة باهية توفر صعيب برشا مش توفر ماذا مش حتى أمل باش يعني نعرف اليوم ماذا مش حتى أمل. أمل الوحيد يعني الواحد يختار ذراعه وذاك هو كما يقول كي زيدة صح. هو في الحقيقة كبادرة معناها تشكر ما نتصورش. الدولة اليوم ماهيش قاعدة قائمة بدورها تجاه كافة الشرائح الاجتماعية كالكسوة أصحاب الشهادة المعطلين ولا أصحاب المؤسسات الصغرى ولا أصحاب الباتيندات. وكانوا في وقت فايت قالوا اللي هما مش يعاونوا أصحاب المؤسسات وعندهم باتيندات المتضررين وعملوا حتى منصة إلكترونية وهذاك الكل ما صار منه حتى شيء. شفنا كل الإعانات متاع الميتين دينار متاع العائلات المعوزة بس ينو ما نتصورش الدولة اليوم حسب ما يحكي وعندها الامكانيات باش توفر 1000 دينار لاصحاب الشهادة المعطلين على العمل. لو افترض داخل نتصور في بروباغندا معناها اعلاميه خاطر سي محمد عبو اللي دخل سواديزون باش يقاوم الفساد وضد الفساد اكسيتيرا هو وحده قال اللي ما فهمش فساد معناها. لو افترض الفارض يعني والدوله التونسيه وفرت قروض لاصحاب الشهادة العليا 1000 دينار شنو ينجم يعملوا في الوقت الراهن؟ يحلوا مشروع يعملوا حاجه شنو يعمل؟ 1000 دينار في الوقت الراهن صاحب شهاده معطل على العمل نتصور ينجم يخلص به شويه كريديات خاطر هو ديجا تلقاه مسائل ويدخلش بقفه لدارهم معناها. يعني ما يعملوش حتى مشروع؟ لا هو مصروف معناها. صاحب شهاده على العمل باش تعطيه مليون توا مليون ما تنجمش تكري به استوديو معناها باش تحل به مشروع. وليش باش نقول لك حسب رايي امور محدوده الموضوع اللي قالوا عليه معناها ماشي وفر 1000 دينار معناها شويه كل لابوي ريكوبيراسيون معناها نتاع امور رمزيه محدوده. فما اللي تخص لها يقول لك ناخذ خير من بلاش خير من اللي ما فما شيء على الاقل نجم يركوبيري هذا في هذا اللي يلقى شويه حلول يسقط بها اموره. ما عنديش حاجه هكا صحيحه انها باش تحاول مش في يدي في يدي تدخل في مخي كمخ مانيش مقتنعة. أي موضوع كان في مصلحة الشعب أنا ما عادش مصدقته. لو افترضنا شو قبل مزالي الله يرحمه من حي ولا ميت شي يقول هاني مش نعمله هاو 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 حتى سميوه مزالي هاو. احنا شدينا فيها وفيها وفيها شي ريت حاجة تحسنت انت ما ريت حتى شي تحسن لا في بيع بالعكس التالي ليس القدام في كل شيء. نفترضوا الدورة التونسية وفرت الألف دينار للشباب العاطلين للعمل حل باش يحلوا لهم مشاريع شنو ينجموا يعملوا 1000 دينار؟ حل بطبيعة الحال حل مو قال لك عصفور في اليد ولا 100 طايري هكا ولا عليه تو انسان كيبدا بالحق بطال ويبدا محتاج. الاحتياج راهو صعيب راهو الفقر صعيب خاصة هما تديونيات قراوا وضحاوا وتعبوا وعداوا شبابهم في القراية وعداوا شبابهم ساكن محرومين من كل شيء من أجل باش يوصل. حتى ساعات أمه تعطيه حاجة بشكل بها يقول لي الطفل بالحق يحب يوصل يقول لك نمشي نشري بها أنا كعبة قاتول نعمل بها قهوة نمشي نشري بها كتاب نشري بها فهمت يعني مش بالساهل باش وصلوا كل تديونيات خذوا أصحاب الشهيد عليا راهو يعني يلزم الانسان يخمم فيهم مش اول والدين يخموا فيهم برك راهو حتى الدوله هي امهم راي هي الدوله هي امهم هي عائلتهم هي فاميليتهم هي اللي تحس بيهم خاطر هذوك شباب المستقبل هذوك اللي باش تهز بيهم الدوله هذوك اللي باش تنفع بيهم الدوله فهمت يعني 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 حتى كان باش يعطيه ولا باش يساهموا مش مزيه راهو خاطر هما مش يلقاوهم من بعد هذوك اللي باش يهزوا بيهم البلاد راهو
ويشجعوهم عليه مساكن ويمشيوا كيكه. تو عجبك كيكه شطر شبابنا الكل، شطر اكثر من شطر شبابنا مشاكا دول الحوت.